لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه تلاوات مختارة من مقرر القراءات العشر الكبرى في مرحلة الدكتوراه المستوى الأول، وسيبدأ معنا الآن التلاوة الطالب سعود، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء والأنعام مختلف
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك أعد واسكت لحمزة على الآن فقط ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك أمن الناس ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك أظلم على جمالة الناس ومن الناس والدواب الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء 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 هتولي هشام للتواصل العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء 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 إن الله عزيز غفور أعد قولي بالبسط ابدأ بالبسط مع السكون المعنى إنما يخشى الله من عباده العلماء 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 أوجه الإجمال العلماء 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 إن الله عزيز غفور إن الله عزيز غفور أحسن والآن يبدأ الطالب أحمد فليتفضل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وأنفقوا مما رزقناهم
أحسنت، فتح الله عليك. والآن معنا الطالب فليتفضل. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، 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 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. أعد هذا الوجه لطالبهم. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يأتي بالأصلان. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. أعد ووسط الصلة. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يجي الورش قبل هذا ورش. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم فضله. هذا الأغلب معه. يجي بالسكت. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. فتح الله عليك، أحسنت. والآن معنا الطالب أنس فليتفضل. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه. والذي مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير، إن الله بعباده لخبير بصير. أحسن، فتح الله عليك. والآن معنا الطالب حميد فليتفضل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أعد وقبل الخلف.
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. أحسنت، فتح الله عليك. والآن معنا الطالب حسين فليتفضل. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. أعد في الإبدال لأبي عمرو. يدخلونها. نعم. نعم أحسنت. إذن شعبة. نعم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير من هذا؟ هذا أبو جعفر. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. من هذا؟ هذا ورش. لا أعد ورش. حلون فيها من أساور. نعم. لم ترقب. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير هذا الأصبهاني. نعم. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. هذا ابن زكوان. ووافقه من؟ حمزة. وافقه خلاد. ومن؟ وإدريس. وحمزة. خلف لا يزال. جنات عدن يدخلونها يحلون. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. أبدل. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. جنات عدن يدخلونها
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير كيف تقف على لؤلؤ الذهب يا عم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ كيف تقف عليها لحمزة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ حمزة من ذهب ولؤلؤ هذا حمزة على رواية خلاف نعم تقرأ على رواية خلاف من ذهب ولؤلؤ كيف تقف عليها لهشام من ذهب ولؤلؤ نعم فتح الله عليك أحسنت والآن مع الطالب الشيخ محمد وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 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 إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله 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 لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب أحسنت طبعا انت بتحذف السجدة انت أحسنتم وفتح الله عليكم جميعا وزادكم من فضله وقد كانت هذه القراءة وتلك التلاوة في مقر الدراسة بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المباركة وذلك في يوم الاثنين 25 من شهر ربيع الأول عام 1440 هجرية ونسأل الله التوفيق والسداد لجميع طلاب العلم والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.